بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مع بعضنا بإذن الله في مناسبة الشهر الفضيل شهر رمضان، باش نعمل مبريك بالحمل المفروم اليوم وبالكبار. يعني باش ناخذوا أستيس من اليوم مثال طريقة نقصوا من الزيوت شوي، كيفاش باش نطيبوا اللحم من غير زيت احنا. طب باش ناخذوا اللحم المفروم، هذا انا خذيت حوالي 200 غرام لحم مفروم، هذا لست اشخاص. باش نحط عليه ماء سخون، باش نحلو في الماء سخون، مانيش باش نحط زيت، انا باش نحط عليه ماء سخون نحلو فيه يتحل بالكدا. نحلو في الماء سخون، نفوحه توا، وحضرت له شويه ثوم شويه بصل نفس الكميه. هذا شفتوه اللحم شرب الماء الكل، حليناه في الماء سخون. توا نبدا نفوحه، نحط له شويه ملح، شوية فلفل أكحل، اللي ما يحبش الفلفل أكحل ينجم يستغنى عليه، وشوية كركم. ونحطو البصل والثوم، ونحطوه على النار لين يشيح الماء نتاعو. هذا الثوم والبصل، بشرنا راس بصل مش كبير صغير، كيف كيف الثوم، خاطر اللحم بخر يلزم الثوم شوية. تو نحطوه على النار لين يشيح من الماء، ومن بعد نضيفوله المعدنوس وجبنه والعظم والكبار، ونكملوا المراحل. نحطو نطيبوه توا. ذي اللحم حطيناه على النار، نحركوه باش ما يلصقش بعضو برشا، كل مره نحركوه نخلوه يشيح من الماء. هاكا الماء يبدا تو حطيناه على النار، الماء يبدا يخرج، كيف يشيح من الماء وقتها نكملو نفوحوه. شفتوا اللحم شاح من الماء، طاب بلاش زيت، يعني حطينا له شويه ماء وفوحناه باش ما يجيناش خاطر البريك باش نقلوه في الزيت ونزيدو اللحم مزيت برشا. تو باش نحطوا له المعدنوس، يعني نحطوا المعدنوس يذبل فيه وهو سخون. يذبل بالسخانه، ريحته بنينه، معناها ريحه المعدنوس فاوحه فيه. نعملو شويه كبار، كعبات كبار، حوالي مغرفه ولا مغرفه ونص جبن ملحي. جبن ماذا بينا مش مالح، ما نكثروش من الملح. هذوما خلطناهم الكل، توا يبردوا شوي ونزيدوا العظم، خاطر العظم كان نحطوه اللحم زي السكون باش يطيب لنا. نحطوا الجبونات والمعدنوس والكباري يذبلوا شوي بالسخانه نتاع اللحم، يبرد شوي ونحطوا العظم ونبداو نعبوا البريكه ونقلي. حطيت الخليط يبرد في الصينيه هذه، وخديت كعبتين عظم نركضهم باش نحطهم معاهم، ونشوفوا كانهم شويه نزيدوا كعبه اخرى. احنا نجربوا كعبتين، كان يكفوا الخليط من غير ما نزيدوا، يعني كافيين كعبتين ما شاء الله. يعني حتى العظم ماهوش برشا. البريك نتاعنا هذه المدسوقه
باش نعبيها، باش نخليها كبيرة. احنا حطينا الزيت يسخن، نحضر كعبتينا على قد المقلة، نحطوهم عن الزيت. هذا بريكنا جاهز كما شفتوا، معناها كل واحد عنده الاختيار باش يعمل شكل مثلث، باش يعمل صوابع، باش يعملها نص دائرة، يعني كل واحد حسب رغبته هو، معناها يحبها صغيرة كبيرة. واللي ما يحبش العظم زيادة ينجم ما يحطش فيها العظم، ثم ناس ما تحبش العظم، لحم مفروم مع شوية جبن واحد مفوح وكبار فيه البركة. واللي يحب العظم ما عملناش برشا، احنا نجمو نستغنوا عليه حتى كعبه واحده تكفي ان شاء الله. وبنينه راهي برشا، وتجربوها وتعجبكم وتاكلوا بالشفاء.